بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لمن دا ودياشا كحرم بوغا أن كلنا فيسبوك وسلسلة داني سؤالها فيسبوك حلقة دي لباتنات وحن كسو قادنت أن دوري تبن سؤالات سيدي عادي قاعد. سؤال كوبادي قف كان يوحونا ويدينا يا شقذا الله شق أيو تما شره قف مال انتو فرتدت كتما هو شره وحصوب بدت تما إن لك على جابيو مكن لعك تسيد عصلاجها لعرين تعصلاجها لاي محرام با مسوى حلال مسألة ذني ومسألة لحرير تعصلاجها هاي مسألة القزع وحل إيراده. النبي صلى الله عليه وسلم تذكر وكرر عن القزع. قزع محل إيراده أيا لو يدي تابعي حديث كوريون في النافع نوها. كسر ومدحي قيما لحيره. قيما لدايو. رواية سنك قاركود وحيل النبي الموح واركي. مدح قيما حيرا. قيما لدايو. طبعا waxaan filayaa dadka xasuusta dhaqanka Soomaalida hore wiilal iyo gabdhaba marka loo xirayo qaybna waa la xiri jiray qaybna waa la dayn jiray taas soo gaarnaan wiil baadi aanay ka jirtana laga yaabo markaas uu nagu wuxuu yiri ama wada xira ama wada daaya masalada qazaca asal ahaan waxay ka hadlaysaa timaha la xiro oo salka laga maro timo la gaabiyay sida qaalibka culimadu ay qabaan badankood maaha نهيجا ونبي الرياب عليه الصلاة والسلام حرام تنما نهي تنزيه واي انت حسوس تصاص إمام النووي الركر إجماع بيسو قرينيين علماء ذكر رعسان تهي إن نهيجا سيوران حرام تنما اللغة تشيدين إن لغا في عيه اللغة تشيدين معنى هذا دنبي معها هذا قفك السمايه لكن وحلغا في عيه هيبو السماي بس لا تتمها لك رقابي ياي تالا حكم مطهي وقزع مقاليسا بسما جليسو ومسألة علماء ذا يسوق قبتيرو ويجران قيب أورانا يان فيليو قيب حنا بلادة يفقد حنا بلادة كمدة قزع مركي قيح يعني قزع محال إلى هذا أيليهن تموه قيبنا اللقوية قيبنا اللدعية أيليهن مركوا سوق جليسا قوين تدي حيرس تاية هذا يرانته لكن سيء علماء ذو بدينهن قزع وحيرس وعديث كوي من حيرس بيهيدة قابن ماهين marka laga soo tago asbaab kale oo wax u dhintay inay jirto laakiin su'aasha ina horta leh qofkii sida sameeyay lacagtu ka qaatay maxaramba jawaabtu waa maya hatta tii qazacay dadad sameeyso xirtood mindi ama makiinad mariso qayb qaybna la daayay waxaad sameysay kasab laga fiican yahay way laakiin kasab xaraama ma gaarsiisana قف كسمائينا وحو سمائي أساق أهان دنبي معها لكن وحل لغا في عيه هيوي انتا وحي كبدا ما لغا يابا قف تصابت قف كسببك كوحان بارتي إنو سمائي هلا إي سمائي له أما قف حنكو ديشادي أما قالكو ديشادي أما حل لغابا داد حنحن وحال لغوية قانو إناي سامين انتا كبدا حكم ياشان وحل لغا يابا يادو حنكا الله إناي أصل كمسألة دوي مركا حولونا حرام معها سمعين تهدون حاران معه لكن لابد بوالغة في عيني هاي انتاس والله أعلم سؤال شاء الله بادي وسؤال دير قف بسوه يدين وحولين المعلمين تهيادا كم ذا باوحون ويري المها الزينة ذا كل شيء أما سوماري ذو عالك أي تراهض وأهل النار حتى عدو انتهار في عنا ذا خاتم ذا كحمانيس وحياة بضر إن الحلال بيين وإن الحرام بيين وكمد يحي بونوسو دريشادي بيرهدين يعتل بعد ذلك زنيم انت صورة القلم اما النوم والقلم ما يسطرون احي مسألة داسي ما صحب ابو ليسا يلكم يسمعها مسألة قطعا صحمها قرآن كي يصندو عتل بعد ذلك زنيم نمبي تلمامي سي تلمامك لو بدن لها
تلمامه أولا هانا فلا تضع كل حلا في مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم عدل بعد ذلك زنيم أن كان ذا مال وبنين تذكر النبي قال لدى علمي بيني يبع عيبه سلغ شيكيني عيبه مت كميدة يا هايدة يدا سببت النار لقوك لها آيات كاسمة دهن إن الحلال بيّننا حرام بيّننا كماها الله يو المولد زنا كماها الله يو وحوكها الله يا عمل كغدتك السمين ايان كسبك يا رزق السمين ايان اريضا اي كوها الله يان إن إني حرامت ويعدة إن إني حلالت وبنانت ويعدة إن مجد إيه من مدو با كتر وحي من مدو كتر إسكا داوي إيه وحي من مدو كتر حتى النار لغو قري ما حديثة سي آيات كاس منا ما يشودي ما لأن قضب كالله بادي كتابك إيه السنة دو حي إنو عدايا قفة لبا آخرة وحالة ولا حساب تما يا وحي إساقو أو سمايو وحدتك لا سمايا ما إلا يحولي ولا تزير وزيرة وزيرة أخرى ميد دم بابتيدو دم بكالا مقاتو المعنى هذا سيدا كورنا الشيء يساقو دم بمقرين دم بقال لبادة والد باقالي لبادة قالي دم بقودي يساقا مسارنا نفكستانا وحي إيادو كسبتاي بآخرة لغول حساب تما كل نفس بما كسبت رهينة هدو يسوونا أكسنا هذا نحن نقلي هدو حما هذا نار بقلي أما مضان من عمل صالحا من ذكرنا وأنثى وهو مؤمن فلايك يدخلون الجنة فلا نحيي أنه حياة طيبة إيمان هي عمل صالح قفك إلا هلوي إلا يكتي سنة ميزانك هي عمل كصالحة لميزامائي نصبي أبتر أبن ملاذا هي مسملي هذي ياكرد علي ميزانك حسنات كي سيئات كمالنا كما قشو صدرت انت انوغا هي نصوص الكتاب كي سنده اي اجماع علمادو وهي اسكو راعين قفكا ان اسغا وخي او كسبداي لو لا حساب تميو هدو حمانه حمانتي لو جزينيو هدي وناغسنانا وناغ لو جزينيو فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره ومن يعمل مثقال ذره شرا يره مركب ميزانك ليس سارنا فمن ثقلت موازينه فاولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون بما كانوا بآياتنا يظلمون انت مركا لغا سو قدبو حديث تاي آيات كان ننكا شيغا ماها لكن لبا الرموت أما لبا حديث با مدن مناصبة دن إن لدل ستاو حديث حورنا ولدو الزنا شر الثلاثة من حديث حوها لا يدخل الجنة مركا لسو تريي ولا ولد زنية جنادة ما قالان خمر قف كشاقية قف منان وقالات شاكتا قف عاقل والدينة قف قدر كبيني إيوه قف ولد زنيتنا أما حديث كشر الثلاثة ولد زنا شر الثلاثة مركا اللي يرادو أنصحي ولو خلاف كتاقية إنو السقية هي إنكالي علمادو waxay isku raaceen in sida lafdigu u muuqdo uusan macnihiisu ahayn kadib fasirkiisu bay isku qabteen waxay raadeen shartigu qarkoodi haduu wixii ay sameeyeen sameeyo waxay ku dhaqmeen iyo zinadii isagana dhaqan haduu ka dhigto isaga labadii zinada ku dhashay ka xun way isagoo si khaldan ku dhashay buu sidii khaldanaydna u dhaqmay قلوا وحي راذن واللوغة عبسي قبا إنو النقود شر الثلاثة تبا اللوغة عبسي قبايو المهم ركو سيدا سوكال بلشادة كون نقود أي بلشادة ودا عيريسو أي بلشادة ودا الليدو وكادح بحايو وحا حما تدا أبو لقب صدا باللوغة جيدا إيا انتا لبدا منا ما هاني سدح دودو دن بيجير لقالي مريه سيوي مريهون إنو دن بيجيه معنى هادو ما أما حديثك لا يدخل جانتا ولد زانية وحي علماء أبدايه نوصان أصحين نك عبد الله من عمرو العاص كورينا يانا جابان أوزيهي نمان حديثك صحيح يحصل منا قارن علماء التري وحس وحسن سي الشيخ الباني رحمة الله عليه ركال الله تيريو إن صحت النسبة دولا يا صحت يقو حيليه إن حديثك لي لبان معنا لبضا باباكو معاني بالوفة سيرا إيه لبان لبضا باكمتا ولد زنية معها معنى هذا
كي زينة كل شيء وامتك دقنك عادة أي أنقطي وي سيدا متك حانا سياق حديثك مركا لأيقانا معناها وأولوانيا مدمن خمر وقفك خمر ذا الشوكتة وعب عقل والدينك وقف عمل السمييي وعاسن ماذا والدينك أي عادة وطا مكذب بقدر وعمل السمييي منان عطيذي صدقة وبحياتك وقال الله يستوى وحي قفة الدبيعات النقطة دنبيداس ولد زنية وحول لمذي هاي بيدهان ابن الدنيا قفك مركز للي هاي قفك وحي وآذو قم من يهاي ابن الرئاسة ابن الدنيا ابن الزنا والي رهدا مركز قفك ولد زنية ككل شيء ما هانه كنقن يدبيعات أي أطهي باللوغتشي ده سياق حديثك قوة كلنا عربنا واستعماشه تفسير كان إمام الطحاوي رحمه الله تعالى كتاب كيسا شرح مشكل الآثار بوكيني علماء بدنا وحيلهن تفسير كاسا صحان هدي بحديث كاسح قلنا وحيلهن ما يسيد حديث كورا كلان ليه كرنايو ولد زنية وحاوي هتقول أقن كي زنادة يشو سونا الدباع عدي يسيدي إنو كنا قما وكانو جنة قيري ما يواي وايو مجتمعنا سامين بوليه السكن مركا عمل كيسا لوقت لكن قفان عمل سمينين ولوقبان مجران هدو بيساقو يرو لنتانا حد البلوغ يتكليف وقارو نار لوقي ومالهانو خدم أهل الجنة تيبو كمين نقنية وبالله توفيق قفكم وحولي سواشا سدحاد اسكول لدو وقتيقا فسحا لبدا بلودا أرتدى العقبة كقاضا لبدا بلودا وحلمات لكتو labada bilood lacagta laga qaaday ardayda hadana aan dhinaca kale wax loo dhigeynin ma xalaal ba jawaabtu waa haa laba sababood labadaba oo marka koobaad ee dadku macallimiinta iyo shaqaaluhu urfiga shaqada xuquuq waxay leeyihiin fasaxa fasaxaas oo la bixinayo mushaarkiisi oo ay bixinayaan dadkay u shaqeynayeen وامد الله بعد حلقة أي معلن إيا مامو الفسحة كتيران اسكول كان أو مامو لي أردي اسكو كتيرا باي أحن بيهين إنينا شاقة تغين اسكو كتيرين مركا إياق هرتا ومستأجرين أجيركو فسح يسير بشارك يسير واليه انتو آذيقا كوفر ليا كسوغا يا ميل هيق آذين آتراضان وكوليه مد الله بعد عرفيقا عملك وحبرشده عرفك وحبرشده هذه جامعاتها هذه اسكولاتها هذه دوكسيتها انت وها عرفه مركي اسكولاده لا غلي ددك المها جيسنيه هي ددك اسكولاده اسكله وحال اسلوه يا قانا معلمينتا يا مامولك خليغا فصحودا ان لعقتودا لا بخينيو اداي بحودغيان ماشان مركي تشوغاني مركي فصحيهين من اللعاكتا لغا قاضيو واعدة والدكا المها له إياغونا السيداسي اسكولكا كو غالين كو أقبالين قوفان رالي كاهين وشيغان كرا ونساق بحكرا دادكونا الناس على شروط المسلمون على شروطهم وهي المعروف عرفا كان مشروط شرطا هذا دادكي حق ليهين اسكولكي يلميهين يؤن حنبيهين حق بيليهين إن لاسيو dadka loo xannibay yahay baana xuquuqda lagu leeyahay bixiyaan wallahi tawfiq qofka wuxuu leeyahay saaxiibkay baasha ziiradu ku dhaca oo yaqaan inuu ka toobad keenana uu doonaya marka wuxuu weydiinaya sida uu uga toobad keenayo inuu fagaar isgeeyo halay jeedla ama halay dhagxeeyo yiraahdo qasaba jawaabtu waa maya haddii bilahay ceebtiisa asturay inuu is astura wanaagsan qofkii sidaadoo kale ogaadana inuu xeeb qariya laga rabaa man satara muslima satarahu allah haduu ka toobad keeno dambigii faraha kala baxo ilaahay dambi dhaaf weydiisto ka shalaayo ka qoomameeyo wixii uu ka dhacay inuusan dib u samaynin oo go'aansado camal saalixana uu ku bedelo insha allah ilaahay uu dhaafaya fi suurati alfurqan aakhirkeeda ayuu ilaahay ku sheegay subxaanahu wataala dad waladiina laa yadcuuna maca allahi ilaahan aakhar ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون
ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويدخل ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. خير كان السامعيين بعد دنبغي انت الله ترى بوسكي سي حسنات كان لو قرين اياه دنبغي اقرنانا حسنات بلو بدل اياه والتائب من الذنب كمال لا ذنب له هايس أسطره ربنا هو توبت كانوا دم دا فوي ديس دنبغي انا هكهر خير كي عملك صالح انا حبذي ان الحسنات يذهبن السيئات حسنات كالله السامعيي دنبغي اعت سامعي سيبا نقان إلهي سيئا نقرى توبت هنا وافتش سيئل كشان هذا حولي هاي أنا ديارت صارم بان مسقول استعمالي بيانا وان واي سيرو تكن كرا مسارة اليوم مسارة فاقد الطهورين واي قفكي بيه يعيل لبدأ بواي صلاة دا وقتك هذا مركو قارا وحاس سامين كراسة أما دربية دا ديارت دا باتكو قبا قبايسا وانا تكن هدي اللي يراهدو على عند قوم صعيدا طيبا بيسوق ليان كراسة ايا وحاسنا دي باتكو قبا قبايستي هدينا نهاينا أو عيد با شرطيا سيدا يفقهدي النقبان الصواب كاهنا أي نقطنا سيدا النصوص الصحيحة فاقد الطهورين والتكنية صلاة دي سنوية الصحيحة حلق النبي عليه الصلاة والسلام بعد عدد تنكله وكلا دعادة سيدا فاقد الطهورين وحاسفر هذا دا يكمد هايين كوذ السعودين عمار بن ياسر يعمر بن الخطاب رضي الله عنهم وارضاهم رضي الله عنهم وارضاهم كدب جنابا كود عادي إن لا جب جب يستوي مقلنا عيدي سيو جب جب يستان نمين نقول نقيفي دي قابك عمر وحمص مين عمر واقو قال قش عيد وكو قال قش عيد عيد بيا لو قبي سنشري شركة لو ذا قال سنشري عيد وذا قال سيبو شر سيدي وين كنتو كذين طبعا طهارة دي شرط شرط شرع جاهد مين الصمين ما كان النبي قوي مع دين بي وشيعين سيد الله جب جب يستوب براي لكن سلادي سوء عليهم عليه طبعا فقهاء قبتوي جيران لحرمة الوقت بادو تكن هدونا الصلاة دي مكان الطهارة هشات سوعلين هدا سوعي شو الخلاف كما كبح هذانا وحوان أكسن وي لكن واجب معه سايلك اللي حدو حولي هاي هدي صلاة بدن كاتكين انت هاي ان اذن قرنين قابك او قلين كرا طبعا انت تقرن ايسان او قلين ايسا انت كان الله بدن بدافو يدي سنيسا هدي لغا اقبالنا والتوبة يد مداف ويديسك على غاق بلنا الحمد لله هدي قيبة يكوصو هارتي آذان قلينا وآخرا لقو قبصدنا دي لقو مدل مني يدن بياد قشين وي مركورنا الدن بياد قشو صلاة بكتكت مكي لبانا الدن بياد قشيو وادها المانت وحي صلاة دي قدر كي عبادة دي عادينا الحسوسناتيه هدي عبادة لقو لها وادو آد دي عادي واتكسو قدتك تيدو لقو لي هاي استغفارتي التوبة الله تمد شروط دين البوحين إنه لقى أقبل ويدع كرتها وإنك أنت أنا يأك صلاة ده هتكون حتىين لقى أقبل موجين توبة دي استغفارتي لقى أقبل ما جرنا إنه إلى وحنا كرت شيرنا إنه لقى أقبل ونكون يتصنع لكن هذا وحي كسر النقطة ووحي القضاء يصير وحي كلانا توبة دي دم بالأفك لقى أقبل وهاي وحي لقوا قبصة ودم بعصام يسيون إن قل وشبي قرأت شفتي سكمل نحو سألك تطبع دحولي هاي هديان ألقو قد مساجد ألكين أو هلعبو أجر كيس طبعا ميسو عونا يابان أمالينا يا مايا وأوقاف صدقة جارية الله بحضي أجر بدن نوات كيهلي لكن وإنت صدقة جارية ذا تهيا له انتفاع يد أجر هدي ألك ألقو دي هدي ودمو لقابات تغانا دي أجر كاقي وعدا ماذي هدي انتي إلا دي قشو دادك إلا دي هغاچيان قدر كأي كريهين هغاچين تا سبب تيدي أجر كيدا يالان ايان أناد قدر كأيل كي اللو قوضي هورا قدر كأل لا دي باد أجر كاقا قادن هدو غاري هيرو إبر إبر نقضانا تي عد دي عيل كالا قوضي أما سميسي با أجر كيدا يالان ايس صدقات كجارية دور نمبانا سيداسا وحون كودوية انتي لغو انتي فاعيو أي سعوتو باد أجر كيدا لادا adigii noolaa dhanna waxa amal aad sameeyayso toos ajreed keliisid inta nooleed marka dhimateena way xirantay hadii waxan soo afjarmo go isagana ajirki ka socdo u dhamaanaya sa'ilka saddexaad wuxuu leeyahay
ويلي أبيه مرخاتي ما يسون نقون كران سيدا بوس أي قدان أيان وكالي إنو أباها مرخاتي كان نقضو طبعا مرخاتي ما يسوفوري كران ما يسون نقون كران تنوحانو قاطي أمو قطا مرخاتي ما يسوفوري كران ما يسكوفوري كران وينقون كرتا لواقعي بودوي ويلي أبيه هذا يدد واناكسين أسان لابدو بمدول بسيسو مرخاتي وقالا لكن إذا مرخاتين سفران إسكفران مكان نقط هذا مرخاتيجا إسكفريان وحرادو دحيسنا عن الأوجين ولا أقبل يا صابته وحلوتهم ملها تذكر حكتي ديكو كده حي إن إسكفران وقفكو كرت إن لجلي هي به أم المهس ومرخاتي كان نقضاي هي خلطكو جلي حقوق ذا لقولي هي أما حقا نوصل لهين وحلوتهم ما تشرو أصل كي وناجي عدالة دي بعلى تحرعية، لكن أنا الصفران لعقبالي معي، قد مرخاتي أنقو طويل كاجي أما عبها، صابت الحكت إني بدو تهم بيكنيسة، هذه نصوص توي دي دي، لبدي علادي سوق بتين يسوم مرخاتي فران، هذه دي دي نصوص، صابت تهم عشرتين وكميسو، أول دي دي القانع إنك اللي يرادو، أو إنك الرجال كتير سنة كوب أي لبيرو. مرخاتي أمان نقون كرالة رواية مصلحة دي الدنبا أو جيرتوا بيلك نقاقوا كبقية حديثة واللو دريشة دي تهمة دي أسوكالة إني جيرت حديث كالي فوق هذا قارك قاتل نواي جيرت قف بالغاية بمارك قارك ونساقد دك دهو ودليل ما لجير هذا مركي النبي قجيري أنت ومالك اللي أبيك هذا حوالها أبها بإذن الله علمة بحيك قاتل حوالها أبها بالي هدو كون مرخاتي فورنين حوليه سي مرخاتي ونقون يوي مركلي وإن أولادكم إن أطيب ما أكل الرجل من كسبه يده وإن أولادكم من كسبكم حررت إنه كسب كنا كميتة مركلي يرينا قف كسب كيسي حتى نسوى يسوم رخات كعيا لميتة معنا فوق هذا وحيابها زوكلا وحيك قاتين إن أن لبضع إصدار شيء أصوش يفروع مرخات يسون نقوم كرين مقام كتهم هذا إن السحق ليان وآذو فربضا شك هذا درتيس سائل كسرقات وحولي هاي أنا وصون كي قال الله يقول لي هاي كم ودعة مسومي كرا هل نيسة مؤمي دين كرا ولا بس على سؤال شهرها ودعونا واصلنا وقت قوان له قضوهنا إلى رمضان كلقا قارا كرو ليه ولا بعد عبادة دي سيو مادان مرك من فرض يا واجب يمت سنة يا مستحبة منا مؤقت ضيق وقت قادو ويهي من وقت جد وفرن يهاي حد بكرة وقت جد وكوبين يهاي مع الحور مرنيا أي وقت جد وتغير هذا يسوي بعدين لبرة وقت جد وتغير يعني فرض كامد نان تلي واجبك وكم مهم سن صدرت القضاء لأولها شوال بسوق شيء يوم عرفة سوق شيء يوم عاشورة سوق شيء واتسومي كرتا نيذا مال مدين كرا مايا عباداتك تداخل كجلايس جودا جلاي وعباداتك مطلقة أو حجودة جلا، لكن عباداتك مقصود كذاتي جودة أما صنع أما فرض هالنقطان، فرض كده ما هو مقصود، لكن صنع كمقصود كيه تداخل كإصلاح جل كمجلان، يوم عرفة فرض من راعي كرو، يوم عاشوراء من راعي كرو، لحدن شوال من راعي كرا، إياك ويه حراعي كرا، صنع إسك مطلقة تسومي كرتوا إسك وزجري كرا. سنن كان لسك صوما سنين يا خميسي هذا شوال كسو اد وراعي كرا وسنن كان مقصود كاما وحي شريعه وقت غاراي وسميسي فضل غارنا اي اشيغتي عباده مقصوده ليراده عبادات كاسنيه خاصه وبهين نيه فرض كي قضوه معها تودي معها معني اللي حسيت من شوال لو جيدينا وحي سون كيود ودا سونتي او 10 بلود اجر كود 10 امثالها نقضي لبادة لحدن مع المودنا إنا النقضان لبا بلوت ولبا يطبان كسيامي دهر النقض هذا قلو سوميسو قلوه بوسكي بشي طبان كبلوت ببوحين ايا كواني بوسكي ببوحين لها يموليوا بناي وبالله توفيق سهل كتطبنا دي قف دمرا وحيلة ذا وحانا ياسدح كبلوت ووالاشي ودمتاي لاشي واسدية تير سهل تير يطبان تير ويقان قارينو ليقيبا كدعي وان كل هذا على طهارة دودي صلاة دودي وان كل هذا على لكن صومك ويسومي وعين قاركوشين يتنبري ويسومين
qaar 10 beri bay soomeen, qaar 5 beri bay soomeen. Marka waxay leeyihiin sidada ay qofkan leeyahay sidee baan yeelaa gaar ahaan qofka yare 8 jirka. Haddii se soonka ka tagay maxaan ku sameeyaa? Marka koowaad qofka 8 jirka ma qaangaarin, dhiiga ku dhacayna dhiiga qaangaarka ma aha. Gabdhuhu waxay ku qaangaaraan dhiiga ku dhaca markay 9 sano dhammaystaan, 9 sano dhexdoodna ma aha. 9 sanawaad markay u dhammaato dhiiga ku dhacay baa dhiig qaangaar. Haddaba ilmaha 8 jira Soomaalidu haddaynan 8 ku jirto ama ta 9-kii ku jirto ilaa ay 9 sano u dhammaato ma qaangaarin gabdhahaas, dhiiga ku dhacayna dhiig qaangaar ma aha. Taasi waa masalada koowaad. Midda labaad ilmaha 9-10 jira hadduusan si kale u xanuunsanayn wuu soomi karaa. Kuwa 6 jira aan ahaydna Ramadaanku dhan dhammaystay. Laga yaaba kan 8 haday ku yar adkaato 9-10 way soomi karaa. Hadduusan dacfi gaar u haysta jirin. Si kastaba ha noqotee ilmaha cibaadada intuu kari karo waajibka in lagula dadaalaa la doonayaa. Intaa kula dadaashay Allah ku waafajiya khayr, inta kalena kula dadaal. Waxaa soo hartay soonkii sidaa kaga tegay ilmihii qaangaadhaha ama uu kari waayey. Waa loo meel baa loo dhigayaa inaad qortood meel gelisana way fiicanta. Markuu hadhow weynaado ama sanadka dhexdiisa inta aad si kala googo-an oo tartiib tartiiba inay u soomaan ka shaqay oo qadayaan. Wixii ay qadayn waayaan meel ugu qor siday dib u xasuustaan oo markay waaweynaadaan ay awoodaan ay tartiib waajibka isaga gudaan intoodii qaangaartay ee shuruudi dhammaystirtay ee 9 sano u buuxsantay sida midka aad tiri 10 jir way oo kale taa. Seelka 10-aad wuxuu leeyahay 4 madhabood ee ugu waaweyn Islaamka waa Xanafiyi iyo Shaafici iyo Xanbali iyo Maalikiyada kala ah. Meenaan mid ka qabsadaa qasabigu ah mise marba mid waan raaci karaayo hadaba masalada mid waan qabsan karaa. Masaladaasi jawaabteeda waxaan leeyahay dadka laba qayboodah. Dadku qofna waa qof masale iyo daliil garan kara. Qofna waa qof aan isagu masale iyo daliil garan karin. Qofka caamada aan isagu masale iyo daliil garan karin ijtihaadkiisa iyo talabul cilmiga iyo xaqa laga doonayo waa inuu raadiyaa qof culimo oo diin ahaan iyo aqoon ahaan u aaminsan yahay dadkuna ay sidaa u yaqaanaan oo qofka uu weydiiyo wixii u jawaabana uu ku dhaqmo. Muhimadiisu madhabkay waafaqsan tahay maaha. Fasaluu ahla dhikri baa isaga waajibkiisa ahlulcilmiga weydiiya. In kuntum laa taclamuuna haddii aadan garanayn. Waxay ahlulcilmiga u sheegaan inuu qaato way waa isagu madhab gaarana ma akhrisan karo ma garan karo. Madaahib kalena ma garan karo. Kadib waxay wuxuu taallaa ninkaas isaga masalada fatwada siinaya qaybta labaada. Qofki isagu masaladii garanaya ama dad ha u sheego ama isagu tiisa ha ugu dhaqmo. Laba mid buu noqonayaa. Qof xujo iyo daliil kala saari kara markuu yahay weeye. Imaa inuu u raacay masalada madhab uu ka tagay madhab kale u raacayo. In masaladan daliilkeedaasa xoog badan ay tahay wuxuu saa u leeyahay. Taasi waa la ogol yahay waana waajibkiisi. Culimada dhan ee muslimiintuna waa sameeyaan. Iyagoo madaahib leh oo madaahibta kutubtoodii la qoray ay tahay tala cuskado. Haddana markay masalada iyagu inay fatwoodaan ama xukumaan timaado bay sidii iyaga daliil ahaan la xoog badan dadka u sheegaan. Hadal Imaamu Nawawi raximahullahu ta'ala kitaabkiisa manhaajkana waa cumdadii madhabka Shaaficiyada. Markuu qorayana madhab buu soo guurinayay isaga maxaa daliil ahaan la xoog badan ma dhihin. Laakiin fii sharxi Muslimiyo majmuuca sharxu lmuhadabkiya markuu kaga hadlayo masaa'il khilaafsan Shaaficiyada yuu rajaxaya si hilibka geeli weysad inuu jabinayo iyo masaa'il lamid oo fara badan buu rajaxaya uley daliil ahaantaasaa xoog badan. Inuu Shaaficiye yahay kitaabkiisiina kitaabka ugu muhiimsan ee Shaaficiyada la cuskada uu yahay isma diideyso inuu masale uu arkay qofku daliil ahaan uu ka wicda madhabkii. Markaa madhab kale ha haysto maara waafaqdo Shaaficiye ha waafaqdo Xanafiye ha waafaqdo Maalikiye ha waafaqdo daliil ahaan taas waa la ogolyahay. Laakiin waxaan la ogolayn in naf jeclaysi ay noqoto iyo danaysi oo uu isagu raadiyay hadba tee kuu fudud ama teebaa dan gaara ku gaadhaysa. Danta gaarkee la gaaraya hebel u fududee, hebel ku adkee, hebel dan kaga raadso, meel magac kaga doono, tan ma qaadan kartid, tanad qaadan kartaa.
inay hawa nafsi la raaco oo naftu siday jeceshahay loo raaceen daliil la raacaynin madhab looga guuro madhab loo aadaayo waatay culimmadu ilaahan tatabucu ruhasku tazanduq zandaqu gaarsiiya marka dambe waayo ma tihid qof markaas qof xaq iyo sharci doona ma tihid qof qiil iyo luuqluuq doonaata kanaad ka tagtayna ogamaadan tegin daliil male kanaad raacdayna xaqii buu dhow yahay umaadan raacine ani naftaydu seed jeceshahay baad u raacday nooc waxaad ka shabahaysaa afaraayta man ittakhada ilaahu hawaahu hawadiisu waxay jeceshahay iska raacay labadaas midaas taasna ma banaanato nama banaanto bilahi towfiiq su-aasha cirka labeed tobanaad wuxuu leeyahay waayadan dambe waxaa u soo yaraaday qaabkii xalaqaadka ahaa ee diinta lagu baran jiray masaajidda wuxuu leeyay ka culimahaan maxaa idinka qorshaysan cilladda ma arday waxbarata ayaa lala yahay sidee lagu cusoo celin karaa dabcan su-aasha sida loo dhigay waxaa laga yaabaa qof wuxuu ka duulayay deegaano gaaraho markaa u joog laakiin su-aasha iyo jawaabta waxaa dhagaysanaya dad badan iyo deegaano badan oo kala duwan barnaamijkii xalaqaadka la akhrisan jiray meelo badan buu ka jiraa sidiisiina uga socdaa dad badan baa sidoodii u wada sidoodiina u akhrista waa laga yaabaa meelaha qaarkood inuu ku yaraaday ama dadka dabaqaadka qaarkoodu mucayana uu ku yaraaday laakiin lama dhihi karo ummadda oo dhani iyo dadka soomaaliyeed iyo deegaanadooda kala duwan oo dhan uu ku yaraaday lama dhihi karo qodobka labaad een rabeen aan ku dara waxaa weeye qaabkii waxbarashadu isbeddelka duruufta nolosha iyo tiknolojiyada aadamuhu gaareen baa saameyn ku yeelatay iyadoona sheekh iyo arday ama xerow midna ahayn waagi hore qofkii waxbaranayaay qofka la jooga inuu hortagu ku qasbanaan jiray si kale kuma heli jirin hadda laakiin cashirkii la aqrinayay buu online ka dhagaysan karaa isagoo waddanka gudihiisa iyo dibaddiisa jooga labadaba cashirkii dhaafayna isagoo duuban buu heli karaa haddii cashirada xalaqada joogtada in yar la akhriyana wixii oo maqal iyo muuqaal wada duubanoo isagu waxbadaan maalintii u dhagaysan karu heli karaa haddii intii meel laga taga meel loo xerayn jiray oo la tegi kar jirayna sheekhii oo cajalad video oo duuban oo tv la gashanayo oo xertu hoos fadhiisanaya sida meelo badan ka jirta magaalooyin badan oo waxaa jira tafsiirka ku dhameeyey cajalada ay shiteen oo maqala ama maqal iyo muuqaala kuwa waxaan naqaanaa fiqiga shaaficiga oo duuban intay safiino ka bilaabeen minhaaj maraya oo xer fara badana waxay noqotay inuu kala doordooran karo qofku culummada kitaabtan uu rabo akhriday oo 10-12 ahoo duuban baa meel walba ku jirto ama maqal ama maqal iyo muuqaal intay xertu dhagaystaan qofka yidhaahdaan waad ka fahmi kartaan ama waa ugu fiican yahay ama sida iyagu markaa rabaan buu akhriya yidhaahdaan ay dhagaystaan aqoontu iyo dadka bartay diinta baranayaay haddeena sidii hore ka badnayn kama yara macrifada sharciga ee mujtamaceennu helayna qurbahintan isgaarsiinta waxay anfacday qof kastoo meel cidla iyo qurbo joogay su-aal jawaabteed inuu helo iyo cashir uu dhagaysto inuu helo hooyada jikada ku jirta ninka xafiiska fadhiya ka gaadhiga wata ee socda hadday mas'aladu tahay nashrul cilmi cilmigii in la nashriyo oo la fidiyo ummaddii uu gaaro hadduu kaga badan yahay dabcan qayb ka mida xalaqaadka lagu ekaan jiray dadkii xalaqaadku meel mucayana iyo mustawo go-aan markay gaaraan hadda noloshu waxay noqotay inuu qofku dukumenti iyo waraaqo aqooneed haysto saa darteed in dugsiyo sare iyo madaaris iyo jaamacaad iyo master la aadana way sababtay aniga waxaan ka rumaysnahay laga yaabo mustawayaadka qaarkood inay yaraatay iyo meelaha qaarkood laakiin meelo badan bay ka jirtaa dadka xalaqaadka wax ku akhristana inta masaajka ka dhagaysanaysa inta meelo kale cashirka kaga taxanee maalinku istaaga 100 telefoon iyo fariimood soo diraysaa ka badan dadku duruusta way akhristaan cilmiguna intii ka badan buufidaa marka walwalka badan in layska daaya waa ilata culimmada soomaaliyeed ee maanta joogtana aada waxay uga badanta culimmadii annagu aan soo gaarnay ee joogtay marka duruustiina way socotahay ciddii laakiin rabto inay wax barato oy kutubta iyo diinta barato waqti kii hore ka kooban bay ku heli kartaa wax kastoo duuban oo maqal iyo muuqaala
laba waxaa lala qabsaday caalamkiio tariiqatu lcardi ama qiraac cala sheekh baa nagu soo biirtay in rag wax fiican u bilaaban yahay cajaladihiinay isla helaan waqti kooban cashir badan kusoo diyaariyaan kadibna laga dhagaysto oo lagu imtixaano oo inay yaqaanaan inta loo saxa la yidhahda ka socda oo halkuu dhagaysan lahaa intaasoo bilood jus dhagaysan lahaa tafsiira isagu usbuuc ama laba usbuuc uu kusoo diyaariyaba isla sheekhan ka dhagaysanaya ee ka imtixaanaya inuu kasoo dhagaysto oo wixii alcard iyo alqiraac cala sheekh ugu badnaa ee culimmadii hore wax ku kala qaadan jireen taariikhda muslimiinta wabilahi towfiiq. Sa-iilka 13-aad wuxuu leeyahay waa maxay calaamadaha tooska u tilmaamaya inuu wiilku qaangaaray? Gabadhu gabdhaha uu xaydku ku soo hormaray siiba waayadan dambe iyagoo 7 ama 8 jir ah ma u dhigantaa qaangaar? Waxaan filayay su-aasha gabdhaha waan kasoo jawaabnay, waxaan idhi 9 sano markay dhammaystaan baa xayd iyo qaangaar caada laga soo qaadaya. Laakiin wiilashu calaamadaha tooska u tilmaamaya waxa ugu muhiimsani 1 waa inuu 15 sano dhammaysto, waa marka 1aad. 2 waa in biyihii shahwada laga helo oo biyihii shahwada uu yeesho. Calaamada 3aad waa calaamad lagu kala aragtay duwan yahay oo timaha hoose adag inay kasoo baxaan, xaad xaad ma aha, timo adag inay soo baxaan. Timo adaga soo baxay dadkoo dhan astaan iyo calaamad ma u tahay? Mise ilmaha ay gaaladu dhaleen iyo ilmaha aan la garanayn waqti uu dhashay keliyaa lagu qiimeynayaan da-diisii laxa la ogaan karin? Mise ilmahoo dhan iyo ciddii lagu arkoo dhan bay u tahay? Qowlaani liahlilcilmi, waa laba qowl. Aniga waxaa ila saxan siduu xadiidku ku soo arooray ahayd qoladii reer Beni Qurayda in hoos la faydayay dad aan muslimiin ahayn bay ahaayeen si kale lagu ogaan karin, taasoo atay fuqahadeena shaaficiyadu qamar raxmatullaahi calayhim inay astaan u tahay ilmaha aan goor u dhashay la garanaynin da-diisa la ogaan karin inay astaan u tahay, inay astaan dadkoo dhan ka dhexaysa aanay ahayn. Sa-iilka 14-aad wuxuu leeyahay gabadhaha marka ay tukanayaan xaggee ayaa waajiba ay xaggee ayay waajib tahay inay xijaamnaato? Sida garka hoostiisa oo kale ma waajibaa inay xijaabnaadaan? Masalada gabdhuhu waxay bannayn karaan markay tukanayaan gacmaha cumacumaha hore oo labadan ah iyo wejiga. Wejiga xaddiisu maxay tahay? Wejiga xaddiisu loogama hadla markii xijaabka la joogo, waxaa laga hadlaa markii weysada la joogo. Weysada la yidhaha wejiga hala dhaqo. Wejigan la dhaqayay intaabuu ka bilowdaa dheerar iyo ballac xageesa ku dhammaadaa? Fuqadeena waxay yidhaahdaan dheerarku waa halkaa fooda timuha ay ka soo baxaan, waay bilowga timuhu salkooda. Xagga dheerarka hoosana waa halkaa garka timaha laftiisa ah ee labada lafood isaga yimaadaan, waay laftani marka garkay ka mid tahay. Laftan waxaan leeyahay weji, laftan garkii wejigay ka mid tahay. Waxay nu dariishadaan wejigaa laga sujuudaa. Sujuud Ilaahay markuu tilmaamayo yakhiruuna lilafqaani sujada, diqniguna laftan garkaa la yidhaahda. Saas darteed laftan garku cawra ma aha salaada hadday muuqato, laakiin wixii laftan ka gadisan ee hoosa cawraday ka mid tahay, asfalu diqni baa la yidhahda. Adiguna waxaa tiri saa-iilku wuxuu yihi garka hoostiisa, hoostu dee garka ka mid ma aha. Walidaalika culimmadu markay ka hadlayaan garka xiiris iyo xiiris la-aan, timaha hoose ee laftan garka ka hooseeyahay kuwa in la daayo culimmada ay waajibiyeen maaha. Garku muxuu yahay? Garku waa laftaa diqniga ama lixyada la yidhaahdo, mujamacu lixyeyni, labadaa lafgaree midna xaggan ka timid daanka midna dhinacan ka timid isu imaatinkooday halkaas isugu yimaadaan bay yidhaahdaan. Marka diqnigu waa middan, marka ballacuna waa labada dhagood. Sarteed gabdhuhu halkay asturayaan waa ilaa dhagaha foodan qayb wejiga ka mid ah, in la qariya sidii wejiga biyaha loo dhaqayo waa qasab ay timihi qarsoomaan, halkan ilaa lafta kore ahna hadday banaanaata dhimmala, wixii ka hooseeya banaanaaday lama ogola. Kadib hadday wax yar ka banaanaado oo cawro yar baa banaanee salaadii ma jabaysaa mise ma jabayso? Nacam cinda shaaficiyati way jabi, dadka kale cinda gayrihimna maya. Waxa yaryarka ah cawrada de meel yar ka banaanaata tan keliya maahane,
عند الشافعية ويتبتها عند الجمهور نما تبت دليل الآن جمهور تحوق بدن وحيرة بنان هذا لسنت شبيني سالك عشان يتمنات وحولي هي صلاة دلو يقنا صلاة الأوابين كورمالتو كذا وعم سرق عضوض محاصل الأخرية صلاة الأوابين وصلاة الضحى صلاة برقدي التي كذوي ساس على نبي كسوه صلى الله عليه وسلم وحولي صلاة الأوابين إذا رمضت الفصال أما حين ترمض الفصال في الصفصيل وحال إلى هذا نرقاه يركي المهركي قيله marka qorraxdu intay iskor u sii kacdo soo kululaato bartamihiina ina gaarin ee dhulka ciidu intay kululaato agagubta uu yahay lagu ku kululaanayaan waa salaadii duhada oo fiican tahay dib in loo yar dhigo taas oo nabigu salaatul awabin ku magacaabay in misal la tukanaya laba la tukan kara ila 8 maxaa la aqrinaya wax gaar ah sunnah tahay in la akhriyo garanaya ma jiraa ma soo aroray intaan garanayo لما قارب أو مركب كتبت قاركود حركوا كذا صلاة الأوابين ولحرك عضوت ومغرب كذا يعيشها ونحيس تاسي وحبك ما يصير حديث صغنا ما وحصل يراتون لما نعم بعد المغرب صنا مطلقة فران ويفران تا إلى عشاء سلف كنا بدنا وكم ذا وقت جا مغرب كذا بيا إلى عشاء صلاة بيسكت كن يصير يسكت ويصير إن لبته كذا ننفرت كذا نلحت كذا نسديت كذا قفل بنت تكون كرو way xilliga habeenkina uu soo galayo salaatul leelka kamid bay noqon oo qadii salaada la iska nahay la iska reebayna ma aha baka sunanki mutlaqa bi gariisa ajirna waa laga salaf kuna aad bu sameen jireen laakiin fadli gaaro ilaahay iyo tira gaaro ilaahay iyo magac salaatul awaabin midna ma jiraan sayl kugu dambeeya iyo su'aasha la yahay tobnaad qofa wuxuu leeyahay aniga oo yaro 13 jira ayaan kutub musqul ku guray aan garanayo inuu musquraan ku jiray aqlina waan lahaa 13 waan jiray ula kasbaaran kutubta musqul iyo suuliga ugu riday maxaan sameeyay xunkayga muxuu noqonaya taba waxay ku xiran tahay de qaangaar ma ahayd markaas samaadan ahayn daahan qaangaar uma adan ahayn laakiin qof shahwo iyo biyo yeeshay ma ahayd laba goorba wuxuu qofkaas sameeyay waa kufri waad ku dhacday gaalnimo way ma kala garanayna dee adigu waad gaalooday waxaan ku dhahno inaad qaangaar ahayd maadaama ina noo kala cadeyn laba gooraba ilaahay nooga toobadkeen sida amniga badan ama aad qaangaar ahaatid ama yaadan ahaan xataa qaangaar hadduusan ahayn ilmaha muraahiqee da'daa soo gaaray dembiga ma loo qorayaa masala khilaafiya muran ka jira way oo ku salaysan wiilkii khadir uu diray inuu san qaangaar ma ahayn waxaana loo dilay mafsada inuu sameeyo darteed marka islaamkiisuna inuu asaxayana waa loog yahay ilmahan qaangaarka ahayna laakiin wax kala garanay sida cali islaamnimadiisu asaxday marka culimada qaar baa qaba inuu kufriguna ka asaxayo siyaal hadduu sameeyey iyo jidad gooyo iyo weerarna la dili karo oo sida mukallafka loola dhaqmayo haddaba si aad khilaafka uga baxdo marka dee masalatul kufri wal iimaan noqotay ilaahay uga toobadkeen ilaahayna dambi dhaaf weydiiso إن شاء الله يلاه توبة وأقبلها حتى هذا قال لما كان هذا توبة وأنا أقبلها أنت أصلا كسوة قبل إن حلقة دينا الله باتنات واللي حيث من سؤالات كاكوب نايد سلسلة ديني سؤالها فيسبوك أنت أن حلقة دي صوص عوتي كوي الله باتنات ساقي إمانا إنه سيدا يعني إيو بعد ما عملكو حاني كي قتلينا سيدا ينبت قليو والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.